متابعينا الكرام، كيف حالكم وهذا الشهر الفضيل؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بجديد فيديوهاتنا، وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم. اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة جدا لتبييض اليدين والعناية بهما. هي سهلة جدا وبمكونات بسيطة تتوفرون عليها في مطبخكم. إذن سنحتاج العنصر الأول وهو اليوغورت الطبيعي أو الزبادي، رائع جدا في التبييض، يحتوي كما أقول دائما على حمض اللاكتيك المبيض والذي يرطب وينعش البشرة ويزيل الشوائب بكل سهولة. إذن إن لم تتوفروا على اليوغورت أو الزبادي يمكنكم تعويضه بالحليب كامل الدسم. وسأحتاج إلى حبة بطاطس متوسطة أو صغيرة، هي أيضا معروفة بغناها بالفيتامينات وبالفيتامين سي ومجموعة من المعادن الأخرى بحيث تعالج الجلد. سأقوم بسلقها للرفع من نسبة النشا فيها، والنشا معروف بأنه مبيض رائع، لا حاجة لوضع نشا صناعي، بل سنستفيد من النشا الموجود في البطاطا وهو نشا طبيعي 100%. أول شيء سأقوم به هو تقشير البطاطا والقيام بسلقها، لا تنمو القشور لأننا سنحتاجها في وصفة أخرى رائعة جدا. إذن كما تلاحظون بعد أن قمت بسلق البطاطس والاحتفاظ بمائها، يعني تقللون الماء وتحتفظون بماء السلق وتهرسونها، كما تلاحظون حصلنا على مهروس البطاطس. الآن سأضيف منه ملعقة كبيرة لملعقة يوغورت كما قلت، إن لم تكونوا تتوفرون على اليوغورت أو الزبادي يمكنكم استبداله بالحليب. إذن هذا هو الماسك الذي حصلنا عليه، الآن سنمر لتطبيقه على اليدين. إذن نأخذ منه ونقوم بتطبيقه على اليدين بهذا الشكل، هو رائع جدا، يقوم بتبييضهما وترطيبهما في نفس الوقت. سأضع أيضا لليد الأخرى. إذا نتركه على اليدين لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بغسلهما. سأريكم الطريقة الثانية بالتفصيل حتى تفهموا جيدا. إذا هكذا تضعونه قليلا وتضعونه على اليد، تضعون الماسك على اليد وتنتظرون قليلا، تستمرون بالتحريك.
كما تلاحظون يعني الماسك تجربه الجلد وأصبح جافا قليلا. الآن سأقوم بفركه هكذا حتى يزول. إذن هكذا ستلاحظون أنه بدأ يتكتل، وسأقوم بإزالته بهذه الطريقة. فقط أتركوه يعني مدة 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى تحسون أنه أصبح جافا قليلا وأن الجلد قد تشربه. إذن بهذه الطريقة ستزيلونه بكل سهولة. إذن هكذا رأيتم أنه بدأ يزول. إذن تستمرون هكذا حتى يزول تماما. كما لاحظتم هو الآن بدأ يزول، وتلاحظون كيف صارت يدي بيضاء أكثر وأكثر نعومة. هو ماسك رائع جدا، لن تتخلوا عنه بعد اليوم. سيرطب اليدين ويزيل كل آثار الشمس كذلك. تلاحظون كيف أصبح زال بكل سهولة. إذن هكذا أحببت أن أريكم هذه الطريقة، فهي سهلة وأفضل من غسله بالماء. ستسهل عليكم عملية إزالة الماسك. بعد ذلك طبعا تقومون بغسل أيديكم، وستحصلون على أيادي رائعة جدا ناصعة البياض وجميلة جدا. إذن انظروا إلى يدي كيف أصبحت. إذن مقارنة باليد الأخرى انظروا إلى يدي التي وضعت عليها الماسك، تلاحظون كيف صارت، أصبح لونها أفتح من اليد الأخرى. إذن تلاحظون بهذا الشكل. إذن الفرق واضح جدا بين كلتا اليدين. وستلاحظون نتائج رائعة جدا، بحيث يقوم بتبييضهما دون أذيتهما، على عكس بعض الوصفات التي تستعمل يعني الليمون الحامض. لا أحبذ استعماله على البشرة أبدا، لأنه قوي جدا ويؤذي البشرة. يعطيكم نتيجة أكثر من رائعة في أول الأمر، لكن يعني بعد مرور وقت قصير ستلاحظون يعني نشفان وجفاف للبشرة، لأن الليمون الحامض يقضي على الطبقة الواقية للبشرة. إذن يمكنكم أيضا عمل حركات دائرية بهذا الشكل، كما لو أنكم تقومون بتقشير للبشرة. لما لا، ويمكنكم تركه بدون يعني عمل هذه الحركات، لكم الاختيار. إذن بهذا الشكل ستساعدون في تحفيز الدورة الدموية أيضا وفي تبييض اليدين. يمكنكم أيضا عمله للوجه، لما لا، هو رائع جدا ولا يؤذي البشرة على الإطلاق. إذن كما تلاحظون هذه هي النتيجة. هو يبيض اليدين ولا يؤذيهما أبدا. بعد عمل هذا الماسك يعني المبيض لليدين، تقومون بدهن يديكم بأي كريم مرطب أو أي زيت طبيعي عندكم في المنزل. وأفضل زيت الأفوكا أو زيت اللوز أو زيت الورد، لكم الاختيار. وحتى زيت جوز الهند رائع جدا لترطيب اليدين وحمايتهما من الشمس. إذن الباقي من الماسك تقومون بالاحتفاظ به في الثلاجة لعمله في يوم آخر. تداومون على الوصفة 3 أيام في الأسبوع، وإمكانكم أيضا عملها كل يوم، لا بأس في ذلك، هي رائعة جدا. يكفي فقط الاحتفاظ به في الثلاجة وتغطيته في علبة أو قارورة يعني حتى لا يتعفن ويفسد. إذن هو صالح لمدة 3 أيام، وبعد ذلك تعيدون تكرار الوصفة. إذن أتمنى أن تكون خلطة اليوم لتبييض اليدين قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. انشروها فيما بينكم لتعم الفائدة طبعا وحتى يستفيد الجميع.
وإن أردتم الوصفة مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة، ولا تنسوا الانضمام للجروب على الفيسبوك.